مساء النور عليكم، مساء الخير، اهلا مرحبا بكم. راني بديت نتحرك شويه لاثمان هذه، راني قلت لكم شويه كنت مريضه شويه مهوله شويه، وقالي بالكم الظروف تاع الحياه ساعه ساعه نحبسوا نقعدوا يعني فريمون نستاغنيو نقعدوا نخمو كيف نزيدو نعاودوا تسمى نجيبوا الطاقه ايجابيه ان شاء الله تبقى دايما. ان شاء الله نتمنى تكونوا لاباس، تكونوا بخير نتوما واهاليكم داويكم عائلاتكم وحبابكم بالكل، ويا ربي يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وتنزل رحمه كبيره في بلادنا ويبعد علينا الحساد والبخلاء والخبثاء واصحاب الفتن. هذا ما كان جبت لكم اليوم، راح نعت لكم للهب كيف يقولوا بعد يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله، تقولي حتى راحتي هضره غلبني رمضان يا ربي. شوفوا كنت عارفوا بوراك الرنا، راهو في الجزائر كامله موجود بوراك الرنا، راهو يعرفوه الناس بالكل. بوراك الرنا في قسنطينه احنا نديروه بالجوز ما نديروش باللون بوراك الرنا يندار بالجوز. لاباط تعرفوها بالكل، في لاباط كيما تاع تاع الجيم بالصعله تاع البقلاوه هكذا نورمالمون. بوراك الرنا في قسنطينه مشهور بزاف بزاف، عندنا الصامصه عندنا بوراك الرنا، عندنا كي يجيو العياد هكذا ولا هكا مناسبات نديرو ولو بالشيء القليل حسب الظروف. وانا نسيت ندردر عليهم فين الجوز ولا شوفوا بوراك الرنا حاجه لي شحال نقول لكم انايا عنده نكهه خاصه بها، من شو ما نديرو قطايف نديرو طمينه بقلاوه تشارك هذيك بصح بوراك الرنا يبقى دايما عنده على باليش انا عنده ان سارتان بو هكذا سبيسيال، انا نموت عليه بوراك الرنا نحبو. في قسنطينه يديروه العائلات بزاف، ما في الجي هذيك مشهور بصح في الجي ها اللي يخدموه باللوز، حنا في قسنطينه نديروه بالجوز ما نخدموش باللوز. بوراك الرنا يندار بالورقه تاع نحلوها كيما نحلوش تاع المقركشات، ونحطو الجوز تاعنا الداخل من بعد ما نديرو العقده تاعو هذيك ونحطو نبرموه سي تخي فاسيل. هذا هو بوراك الرنا القسنطيني مشهور بزاف، تلقاوه في السينيات تاعنا تاع الآيات تاع المناسبات، ويلي تخي تخي بون. شوفوا نكهة الجوز في الحلويات هذه وحدها، أنا نفضلها على اللوز. اللوز نشتيها في طمينة اللوز، نشتيه في حوايج هكذا، بصح هاد الشي هذا نحبو بالجوز، ولا ممكن تخلطو، ممكن تقدرو تخلطو شوية معليش. هذا هو بوراك الرنا، فوالا. أنا ما نديروش شوف كاينين لي يديروه سميها لي بالورق تاع الخطفة، نديرو بيهم البريك وهذوك، أنا ما نديروش بيهم، أنا نديرها باللاباط لاباط كيما تاع البقلاوة ولا مقركشات، ندير بيها نحلو ونبرم، نفضل بيها أفضل، بيسك من بعد بيها ولاو يديروه بتاع الخطفة. تلمو كان بالكش ممكن الوقت كان ما يكفيش ولا بوسيبل لي يشتي حتى لي حد ياكلو في ورقة كيما يقولو ورقة الخطفة هادي ورقة البريك، أما نديرو في الورقة الطبيعية تاعنا لي تتعجن وتتحل بالقناط عادي. هذا هو بوراك الرنا القسنطيني. شوفوا وانا العيد هذا صدقوني اني قاعدة ندير في بتيت كونتيتي برك مانيش قادرة، وزيد بزاف الحلاوات ومعنا ما نديرو يعني بها بزاف، ناكلو في رمضان بزاف الحلويات نقصو شوية في العيد ماشي شرط، بوكو بلوس كيما الناس يعودو عندهم الولاد ولا، انا نفضل ما يديروش هدا، نفضل يديرو حوايج لي باه فغيمون يستغلوهم يشربو بيهم الحليب، بيسك الولاد يحبو يشربو حليب ولا حوايج لي تكون خفيفة تلك الكروكي وهداك اللمبات وكيما نقولو حنا الكاطو تاع المحضن، حوايج الخفاف هادو الولاد. هادو يندارو برك في صينية هكا مع القهوة ولا والله، وعاد العبد ما يقدرش تاني يعني صحيا بزاف، نستهلكو بزاف حنايا الحوايج هادو. ليسونسيال نقولكم هذا هو بوراك الرنا القسنطيني،
يدينا الشكل هذا. شوفوا كيف شوفوا يجي مبروم عادي. تحبوا ديروه هو يجي شويه طويل، تقدروا تنقصوا في الحجم، هذا ماشي شرط ديروه قد هذا، تقدروا انتم احرار. هذا هو بوراك الرنة تاعنا القسنطيني، ان شاء الله ديروه تاكلوه بالصحه ولهنا يا ربي. نقول لكم رمضان كريم وصحه فطوركم قوله خير.